احنا كلنا كلنا معنيين وبنتكلم كتير جدا، وده مهم ان احنا نتكلم كتير جدا بالمناسبة على مسألة الحوار الوطني ولجانه ومقرريه، وبنتكلم تحديدا عن الحوار ككل من وقت ما فخامة الرئيس اعلن انه يتم اطلاق حوار وطني وانه يتعمل له تشكيل وما الى ذلك. وجانب كبير جدا من هذا الحديث بيروح في اتجاه مهم بالمناسبة، يا ترى هل ترى هو اللجان مين هيبقوا المقررين، يا ترى هل ترى المحاورين اللي هيبقوا موجودين في هذا الحوار ومين اللي هيشترك هيبقى مين، يا ترى هل ترى هل هيحصل إقصاء للمعارضة وتغليب للموالاة، يا ترى هل ترى التصويت والاختيار بيتم تشكيله ازاي وما إلى ذلك. أنا من أنصار إنه حوار وطني يعني حوار وطني، يعني يجمع المعارضة والموالاة، وهذا الجمع لا يقوم على أساس محاصصات، يعني تعرف التعبير اللبناني بتاع محاصصات ده، اللي هو مثلا إيه، والله لو إحنا عندنا الأغلبية في البرلمان موالاة يبقى كده إحنا هنخلي الأغلبية في الحوار الوطني موالاة، لا طبعا. وبالمناسبة هو ده مش هيحصل ولا بيحصل، ويمكن حضراتكم شفتوا تشكيل على سبيل المثال مجلس الأمناء بتاع الحوار. واحنا امبارح كنا بنتكلم عن اللجان والمقررين وما الى ذلك، ماشي. طيب احنا من الصبح سمعنا تراطيش كلام على اسماء متعلقة بمقررين لبعض اللجان، وسمعنا اسماء يعني من معارضة، وانا لما بسمع حاجة زي كده ببقى مبسوط وسعيد بصراحة. انا راجل جيت من جوه مربع المعارضة، وأنا جدا 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 تقدر تقول موالاة في اللحظة اللي احنا فيها أو في الفترة السابقة اللي احنا فيها، عن قناعة كاملة مني أنه احنا بنعارض لما نبقى شايفين من وجهة نظرنا أنه الأوضاع مش في الطريقة اللي احنا نفسنا فيها، مش بنوصل للخطوات اللي احنا بنتمناها، مش بنسير في المسار اللي احنا عايزينه. وهذا ليس عيبا، وده مش معناه أنه النظام الحاكم هو اللي عنده المشكلة خالص، احنا بنشوف أن احنا طريقتنا أفضل. كويس. طيب لما ألاقي أنه الدنيا ماشية بالطريقة اللي أنا عايزها، فوالله حقي الكامل ان انا انتقل من مربع الى مربع اخر، مع الحفاظ على ايه؟ على المبادئ الرئيسيه. فهرجع تاني على مساله الاسماء. خليني اخد معانا على تليفون سياده المستشار محمود فوزي رئيس الامانه العامه للحوار الوطني. اهلا اهلا وسهلا سياده المستشار. استاذ يوسف اهلا بيك. اهلا وسهلا. ازاي الصحه؟ طيب. كله تمام؟ الحمد لله بخير. وكيف حال الحوار الوطني كده زي ما بيتقال في عباره استهلاليه يعني؟ ماشي بخطى محسوبة وثابتة وإن شاء الله مبشرة بكل خير. طيب سيادة المستشار، يمكن أنا كنت بقول حتى يعني في بعض الجمل التقديمية أنه أنا من الصبح بسمع أسماء أو تراطيش كلام عن أسماء، سمعت أسماء جاية من قلب ومركز مربع المعارضة المصرية مرشحة إن هم يبقوا مقررين لجان، يبقوا أطراف رئيسية في هذا الحوار. هل تراتيش الكلام دي يجانبها الصواب، يعني اللي احنا سمعناه وأكيد حضرتك سمعته زينا، أو يعني بعبارة أوقع أكيد حضرتك عندك الحقيقة الكاملة؟ الحقيقة إن إحنا في مجلس الأمناء امبارح الجلسة كانت طويلة جدا، 7 ساعات، كنا بنتناقش، استعرضنا حوالي 350 اسم قدمت لينا من جهات مختلفة وترشيحات مختلفة، والسير الذاتية والخبرات والتوجهات السياسية كلها كانت مطروحة. حلو. يعني الحقيقة ما انتهى إليه مجلس الأمناء أمس من وجهة نظري ومن وجهة نظر أعضاء مجلس الأمناء إن هو بيعكس كثير من التوازن. يعني عندما مثلا نجد إن الأستاذ الدكتور علي الدين هلال، وهو راجل طبعا له باعه في العلوم السياسية طبعا، وكل من يعمل في العلوم السياسية يعلم قدر الرجل، صحيح، نجد إن هو كمقرر معه في المحور السياسي كمقرر مساعد أحمد كامل بحيري.
فده نوع من انواع التوازن السياسي والتوازن العمري. صحيح. عندما مثلا نجد في المحور الاقتصادي الاستاذ الدكتور احمد جلال وزير الماليه السابق والخبير في البنك الدولي، نجد معه الاستاذ الدكتور عبد الفتاح الجبالي، هذا ايضا نوع من التوازن حتى في الاتجاهات الاقتصاديه نفسها. صحيح. فيما يتعلق بالمحور المجتمعي عندنا السيد الوزير خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق، وهو رجل أيضا مشهود له بالكفاءة السياسية ومارس السياسة على أرض الواقع سنوات طويلة، معاه أيضا هانيا الشلقامي وهي خبيرة في مجالها، وهذا نوع أيضا من التوازن المجتمعي والتوازن العمري والتوازن السياسي. فبالتالي أنا ممكن أكمل أستعرض مع حضرتك باقي. أنا يمكن اللي أقدر ألاحظه يا سيادة المستشار من كلام حضرتك وحتى من البيان اللي احنا قرناه امبارح واتصدر عن مجلس الأمنة، إنه وصححني لو أنا غلطان برضو، إنه في مراعاة جدا لمسألة إنه يحصل توازن في كافة اللجان، إنه مفيش تغليب لمسألة الأيديولوجيا، هي المسألة أنا بعمل توازن، وانه المعيار الرئيسي الاخر هو مساله الخبره الحقيقيه والكامله والتمكن من اداره هذه اللجنه على المستوى الفكري وعلى المستوى العلمي وعلى مستوى حتى الاداره نفسها واداره الحوارات فيما بعد. في المقام الاول اهم صفه يجب ان تتوافر في المقرر والمقرر المساعد التخصص والقدرة. صحيح. على الإدارة الجيدة لوقت الجلسة، دي أهم حاجة. كويس. المقرر بطبيعة الحال يعني مطلوب فيه الحياد، ومش مطلوب منه إن هو يبدي آراءه بشكل مباشر في الجلسة. عظيم. بالتالي في ضوء الجوب ديسكريبشن أو الوصف الوظيفي اللي أنا بقوله لحضرتك، التوجهات السياسية يجب أن تتنحى جانبا، ورغم ذلك مجلس الأمناء وهو في الاختيارات الحقيقة راعى مختلف التوجهات السياسية ومختلف الأعمار ومختلف الأنواع الاجتماعية كرجل وامرأة. طبعا أنا بسمع مع حضرتك وإحنا من الصبح سامعين يعني إن في يعني أولا أنا الأسماء اللي أنا استعرضتها لحضرتك يعني فيهم أسماء معروفة ان هي جاية من كتلة المعارضة. طبعا. واضح تماما يعني. طبعا. طب هل يعني اعتذر الدكتور صفي الدين خربوش؟ ونجد مثلا ان الاستاذ دكتور سمير عبد الوهاب معه السيد النائب علاء عصام. ايوه. علاء عصام توجهاته اشتراكية يعني. من عندنا علاء عصام من ناحيتنا. في البرلمان. صحيح. يعني ودي مسألة معروفة. الأستاذة الدكتورة نبيل مسعد أستاذ العلوم السياسية طبعاً. معها المحامي الحقوقي الأستاذ أحمد راغب. صحيح. فأنت أمام تنوع وكل الأطياف موجودة قدامك، أخذا في الاعتبار المعلومة اللي أنا قلتها، المقرر محايد، المقرر مطلوب فيه التخصص، المقرر مطلوب فيه حسن إدارة الوقت. طيب. الحقيقة برضو حابب يعني أعطي يعني تعليق بسيط، إن إحنا يعني خليني أنا هقول لك سر، يعني أعتبره سر. ماشي. سر يزاع على الهواء، قولي. أنا كرئيس أمانة فنية شخصيا تقدمت بمقترحات. كويس. ونوقشت هذه المقترحات على الطاولة. والحقيقة أن أثناء المناقشة وجدت أن ما أثير بشأن هذه الملاحظات كان صحيحا ودقيقا، مما جعلني أنا شخصيا أن أنا أعدل عن رأيي. والموقف اللي أنا بقوله لحضرتك ده يعني أنا بقوله والله، وأنا ده حصل معي أنا شخصيا، وده جيد يا سيادة المستشار. نفس الموضوعية دي أنا وجدتها مثلا من الأستاذ كمال زايد، وجدتها من الأستاذ عبد العظيم حماد.
حلو. الناس بـ 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 بتتناقش بعقل وقلب مفتوح، والناس بـ بـ بتسمع علشان تفهم، مش بتسمع علشان ترد. والحقيقة الأرضية الوطنية التي تجمع الجميع مخلية الموضوعية غالبة. طيب سيادة المستشار، أنا يمكن هسأل لأنه هذا السؤال أثير بقوة، يعني لماذا اعتذر الدكتور صفي الدين خربوش عن رئاسة لجنة حقوق الإنسان أو مقررا عن لجنة حقوق الإنسان في الحوار؟ الحقيقة أن إدارة الحوار للتو أصدرت بيان، وطبعا إحنا كنا نتمنى أن حد بقامة الدكتور صفي الدين خربوش يبقى موجود ونكمل معانا، ولكن الرجل تقديراته الشخصية ان هو يعني قد لا يستطيع ان يعني يوفق ما بين التزاماته في حياته والتزاماته المهنية مع متطلبات إدارة اللجان. خليني برضو يعني دي مسألة يعني حابب ان انا اعلق عليها ايضا. ارجوك. احنا لدينا مقرر ولدينا مقرر مساعد. صحيح. قد نتعرض لمثل هذه المواقف لاعتبارات كثيرة جدا، ممكن يبقى منها سفر، ممكن يبقى فيها ظرف طارئ، ممكن يبقى فيها انشغال، يعني دي مسائل احنا متوقعين ان هي تحصل، وما عندناش يعني ما عندناش مشكلة في التعامل معها. طيب يعني خليني برضو أذيع لحضرتك سر آخر. اتفضل. أنا مثلا شخصيا محمود فوزي تواصلت مع السيد النائب ضياء الدين داود. ليه؟ والحقيقة يعني إحنا كأمانة فنية كنا حريصين على مشاركة النائب ضياء الدين داود كمقرر مساعد في إحدى اللجان الرئيسية أو مقررا في إحدى اللجان الفرعية. طب كويس جدا جدا. وأنا اتصلت بزميلي وصديقي النائب ضياء داود. أيوه. وتكلمت معه وكان رده علي كالآتي، قال لي يا محمود أنا يعني خلي كلامي واضح تماما، أنا راغب وحريص على المشاركة في الحوار الوطني، ولكني لا أريد أن أقيد نفسي بمحور واحد، أنا أريد أن أشترك في أكتر من محور، وده مش هيبقى متاح لو أنا دخلت داخل الشكل التنظيمي للحوار الوطني، لأنه في الحالة لو بقى مقرر مش هيبدي رأيه، مش هيبدي رأيه وهيصعب، يعني مش هيبقى ملائم إن هو يتكرر اشتراكه في أكثر من محور. فيعني وأنا نقلت وجهة النظر دي كاملة لمجلس الأمناء، والحقيقة أن مجلس الأمناء كله كان حريص على اشتراك النوعية الوطنية اللي زي النائب ضياء الدين داوود. ولكن اللي أنا عاوز أقوله أن الأسباب ممكن تبقى متعددة، يعني حرصا من ضياء الدين داوود على إيجابية زايدة اعتذر عن ان هو يبقى داخل التنظيم الشكل التنظيمي لإدارة الحوار، هذه حالة. صح. الدكتور صفي الدين خربوش يعني بعدما يعني ابدا موافقته اعاد حساباته وقال انني قد لا استطيع ان اوفق ما بين الالتزامات، وده امر يحترم في الرجل بالمناسبة، يعني في ناس كده بتبقى حريصة على ان هي تتم اعمالها دايما على اكمل وجه، وهذه طبعا يعني مسألة تقدر وتحترم جدا جدا ونتفهمها بشكل كامل يعني جدا. سيادة المستشار انا بشكرك جدا 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 جدا، وشكرا جدا على يعني ما اعطيته لنا من اسرار او قول حتى انفرادات. انا بشكرك جدا سيادة المستشار محمود فوزي رئيس الامانة العامة للحوار الوطني. انا اظن ده انفراد يعني تم عرض مش هسميها منصب، ولكن تم عرض مهمة مقرر لإحدى اللجان للنائب والزميل والصديق طبعا ضياء داوود، إلا أنه اعتذر عن قبول
هذه المهمة، لأنه يهمه يشارك أكثر كمحاور في جلسات ما الحوار الوطني وفي أكثر من موضوع وأمام أكثر من لجنة. ويمكن أنا أقول لك حتى من وجهة نظر أنا يوسف، يعني دي منتهى النصاحة من ضياء. ضياء عاوز يقول رأيه وحقه، ضياء عاوز يدلي بدلو بوجهات نظره، حقه، خد بالك. الأهم هنا إنه محدش يقدر يقول أصل بيتم تجنيب أو إبعاد المعارضة إطلاقا. الأهم هنا إنه ما يتقالش أصل ضياء اعتذر عن المشاركة في الحوار، لأنه ضياء ما اعتذرش عن المشاركة في الحوار، ضياء اعتذر عن مهمة مقرر في إحدى لجان الحوار. ولكن خليني أخذ معايا على التليفون سيادة النائب عماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق وعضو مجلس الشيوخ طبعا وعضو مجلس أمناء الحوار. سيادة النائب أهلا بيك ومنورنا كمجرة العادة. أهلا بيك أستاذ يوسف، تحياتي لك ولكل السادة المشاهدين. يمكن أنا كنت بتكلم دلوقتي حالا مع سيادة المستشار محمود فوزي، وقال لي أنه تم عرض مهمة مقرر لإحدى اللجان على ضياء داود، وضياء قال أنا مش عاوز أبقى مقرر، أنا عاوز أفضل محاور وأمام أكثر من لجنة. وهنا هيخليني أسأل سيادة النائب أنه ومن غير ضياء، لأن احنا بنتكلم دايما على ضرورة مشاركة المعارضة جوه هذا الحوار ومشاركة المعارضة. أنا سمعت أنه أيضا دكتور زياد بهاء الدين، سمعت صديقنا أحمد فوزي، سمعت. نعم، أولا تحياتي لكم كل السادة المشاهدين. المستشار محمود فوزي تقريبا يعني قال معظم الحاجات الدسمة، لكن سأجتهد قليلا حتى يعني أوضح الصورة من وجهة نظر. ونحن نتحدث في الأسماء، يعني أحد الأسماء اللي جات على طول أيضا في الذهن فيما يتعلق بالمحور الاقتصاد، المقرر عام المحور الاقتصاد أيضا البعض تحدث عن زياد بهاء الدين، وقيل أنه جرى الاتصال بالفعل قبل ذلك، أحد الزملاء كان يدردش مع دكتور زياد وقال له أنني نظرا للارتباطات تنظيمية وربما سفر خارج أو داخل مصر قد لا يتمكن من ان اقوم بمهمه المقرر كما ينبغي، وبالتالي يعني افضل ان اكون متحدثا وبرضو ان نكتب زياد بهاء الدين هذه القامه الاقتصاديه الكبيره في الحوار الوطني متحدثا، هذا شيء جيد جدا. وهذا الامر ينطبق على كثيرين ايضا. طبعا في المحور الاقتصادي الدكتور احمد جلال قامه كبيره جدا، وهو يعني رجل يعني يكتب وتولى منصب وزير الماليه. النقطة الجوهرية يا أخي يوسف أنه الكتيب الذي تم توزيعه من قبل المستشار محمود فوزي بالناس اللي هي أنت عارف حضرتك أن القوى الوطنية والحركة المدنية والأحزاب والهيئات والمؤسسات كل شارك باقتراحات أسماء. في بعض الناس شاركوا أنهم طلبوا الحديث، وفي ناس رشحوا من قبل هيئات أخرى. عايز أقول حضرتك من ضمن الذين رشحوا، ولن أذيع لك سببا أيضا أو معرفش حد قال ولا لا، هناك بعض الزملاء الذين خرجوا من كانوا في الحبس وفي السجون قبل 3 أو 4 أسابيع أسمائهم مطروحة كانت للمشاركة في الحوار. ممكن بين قوسين، تقولي زي مين؟ خالد داوود كان اسمه مطروحا على سبيل المثال. حلو. حسام مؤنس هايل اسمه كان مكتوبا، هايل خد بال حضرتك. فدي ده معناه الامانه العامه يعني منفتحه، او الامانه العامه التي ومجلس الامناء منفتح على كل شخص مصري وطني يؤمن بالقانون وبالدستور ما عدا الارهابيين والمتطرفين والرافضين للدستور. اي حد يعني فيما عدا ذلك هو مرشح محتمل سواء لان يكون مقررا او مقررا مساعدا او متحدثا في الجلسات مع او ضد او كخبير. عدد الاسماء في اسماء ضخمه جدا، الدكتور عمرو الشبكي كان اسمه مطروح كويس قوي، فعدد كبير جدا. النقطه الجوهريه اسماء مطروحه الصغر. اسماء مطروحه كمقرر ومقرر مساعد ولا ومتحدثين يعني المحاورين موجود فيه الاسماء الكتيب فيه الاسماء، عليك ان تختار. مجلس الامناء كان سيد قراره بالفعل، بمعنى انه يستطيع ان يختار من بين هذه الاسماء او يستحدث اسماء يراها كما هو، يعني بمعنى انه اسماء مش موجوده في هذه الترشيحات، من حقك ان تطرح الاسم. وكمان ايضا الزميله والصديقه العزيزه سلمى حسين والصديقه العزيز والجمال
كل هذه اسماء موجوده ايضا كانت في الكتيب، واسماء كثيره اخرى انا يعني للاسف الشديد ليست كل الاسماء حاضره في ذهني، لكن كل ما تتخيله من اسماء في مصر طرح اسمه من قبل المشاركين واعضاء مجلس الامناء او المرشحين او المقترحين. طب ده كويس جدا، يعني انا كده اقدر اقول انه زياد بهاء الدين مرشحا، ضياء داوود مرشحا، احمد فوزي مرشحا، كل محمود محي الدين، بس لكن ايضا كان اسمه مطروحا بطبيعه الحال وخامه كبيره، لكن طبعا قيل ايضا انه سيكون مشغولا سواء في منصبه الدولي في صندوق النقد الدولي او في المشاركه في مؤتمر المناخ وهو خامه كبيره. النقطه المهمه انه عمرو حمزاوي طبعا احد المتحدثين في المؤتمر صحيح او في الجلسات الخاصه صحيح. كل النقطه لم يكن هناك فيتو على شخص، لم يكن هناك فيتو على اي اتجاه او توجه. النقطه الجوهريه هي المعايير، بمعنى انك حينما تختار مقررا ومقررا مساعدا ضروره ان يكون هناك تناغم، ضروره طبعا. ان يكون هناك مثلا من ضمن الحاجات التمثيل الجيلي، إذا اخترت شخصا كبيرا في السن فالأفضل أن يكون معه شخص أصغر سنا وهكذا. وبالتالي لم يكن هناك استبعاد، هذه نقطة مهمة جدا. وهذا ويمكنك أن تسأل كل الإخوة الأفاضل اللي موجودين في مجلس الأمناء، كان هناك نقاش حقيقي وجاد حول كيف يمكن أن يكون هناك تناغم بين الشخصين المقرر والمقرر المساعد حتى يأتي التمثيل والمشاركة جيدة ومعبرة ولا يكون هناك تنافر أو تصارع. طب ده كلام محترم جدا جدا جدا، انعكس انما يعكس انه هو في انفتاح كامل على المعارضه المصريه من اقصاها او حتى اقصاها. يعني هذه نقطه مهمه، وفي المقابل ايضا وجب توجيه الشكر لكل اعضاء مجلس القوى الوطني، خصوصا المحسوبين بوضوح على المعارضه، خصوصا حركه المدينه الديمقراطيه، اعلى قدر من المسؤوليه، اعلى قدر من الوضوح، نقاشات جادة موضوعية، الهدف الأساسي منها أن الناس توصل إلى توافق أكبر قدر من التوافق. هايل جدا أستاذ عماد، أنا أشكرك جدا على وقتك وشكرا جدا على هذه الانفرادات. كل الشكر للأستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق، عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني.